مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أبديت، الذي نتعرف من خلاله على أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول التقنية التي تجدها الشركات خاصة في زمن كورونا. إلى العناوين. في أبديت لهذا الأسبوع، إيلون موسك يحذر الذكاء الاصطناعي يمكنه التفوق على البشر في غضون السنوات الخمس المقبلة. للمرة الثانية، قراصنة روسيا يضربون الشبكات الأمريكية بدعم من وكالة المخابرات العسكرية الروسية. وفي أبديت كذلك، فيسبوك بصدد إلغاء الإعجابات وتحديثات جديدة لغرف الماسنجر. كالعادة مشاهدينا، نبدأ فقرة أبديت بالأخبار المتعلقة بكورونا، حيث اخترعت ناسا قلادة ذات تقنية عالية تحتوي على مستشعر الأشعة تحت الحمراء الذي يراقب حركات اليد، فإذا حاول مرتديها لمس وجهه يبدأ الجهاز في الاهتزاز. بحسب ناسا، فارتداء هذه القلادة يمكن أن يقلل من خطر عدوى الفيروس. بالمقابل، لا ينبغي أبداً فهم القلادة على أنها بديل للأقنعة الواقية أو الملحقات الواقية المماثلة. لنشاهد هذا الفيديو التوضيحي لعمل القيادة الذي نشره مختبر الدفع النفاث. It is a 3D printed pendant worn as a necklace which pulses or vibrates to warn a person when their hand is nearing their face. It is most effective when worn 6 inches below your chin. The haptic feedback from a vibration motor simulates a nudge, reminding the wearer to avoid touching their face in order to reduce potential infection. This concept is intended to stand side by side with the existing efforts and is not meant to take the place of masks or respirators. Pulse is made of simple and affordable components powered by a 3-volt battery, all housed within a 3D printed case. A list of parts and design files are available as open source, with hopes that Pulse will be reproduced, refined, and distributed to help keep the public as healthy as possible. حذر إيلون موسك صاحب شركة تسلا للسيارات وشركة الفضاء سبيس إكس، حذر من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التفوق على البشر في غضون السنوات الخمس المقبلة. ويمثل هذا التنبؤ الجديد مراجعة مهمة للتقديرات السابقة لما يسمى التفرد التكنولوجي، عندما يتجاوز الذكاء الآلي البشر ويتسارع بمعدل غير مفهوم. فبحسب موقع صحيفة الاندبندنت البريطانية، عالم المستقبل الشهير ري كورزويل تنبأ سابقاً أن نقطة التحول في الذكاء الفائق ستكون بحلول عام 2045. وقال ماسك في مقابلة صحفية أو في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتجاوز البشر بحلول عام 2025. كما حذر من التهديد الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي المتقدم في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، قال أنه لا يزال يشعر أن القضية غير مفهومة بشكل واضح. بعد وقت قصير من الإدلاء بهذه الملاحظات، أعلن موسك عن شركة ناشئة جديدة تطور واجهة تحول، أو واجهة تحاول ربط الدماغ بالحاسوب من خلال زرع رقاقة دماغية باستخدام جهاز يشبه آلة الخياطة. نشرت شركة سامسونج الفيديو التشويقي الأول لحدث جالاكسي أنباكت والمقرر في الخامس من آب أغسطس الجاري، وألمحت الشركة إلى عدد من المنتجات التي سيعلن عنها خلال الحدث الذي سيقام افتراضياً عبر الإنترنت من كوريا الجنوبية بسبب جائحة كورونا. ويبدو أن سامسونج ستعلن عن هاتف جالاكسي نوت 20 وهاتف جالاكسي نوت 20 ألترا وهاتف جالاكسي فولد 2 القابل للطي الذي سبق وتحدثنا عنه في أبديت، وكذلك الساعة الذكية جالاكسي واتش 3 وسماعات الأذن اللاسلكية جالاكسي بادز بلس والحاسبين اللوحيين جالاكسي تاب S7 وجالاكسي تاب S7 بلس. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لبناء شبكة إنترنت كمومية لا يمكن اختراقها، حيث كشفت وزارة الطاقة عن استراتيجيتها لبناء شبكة إنترنت كمومية في غضون 10 سنوات من خلال مؤتمر صحفي في جامعة شيكاغو، قائلة
إن هذه الشبكة ستدفع الأمة إلى مقدمة السباق الكمومي العالمي. يتعاون علماء من جامعة شيكاغو مع مختبر أرغون الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في محاولة لتطوير بحث من شأنه المساعدة في تطوير شبكة إنترنت كمومية في الولايات المتحدة لا يمكن لأحد اختراقها، حيث تؤكد وزارة الطاقة الأمريكية أن هذه الشبكة ستعتمد على قوانين ميكانيكي الكم للتحكم في المعلومات ونقلها بشكل أكثر أمان من أي وقت مضى في غضون 10 سنوات من الآن. ويعتقد العلماء أنه يمكن بناء نظام الاتصال الكمومي النموذجي اعتمادا على تكنولوجيا الشبكات الكمومية التجريبية، وتعد شركة AT&T إحدى أهم الشركات التكنولوجية في القرن 21 وتسمى شبكة الإنترنت الثانية. وتعتمد شبكة الإنترنت الكمومية على الفونتات التي تظهر حالة كمومية تعرف بالتشابك، مما يسمح لها بمشاركة المعلومات عبر مسافات طويلة دون وجود اتصال مادي. وتستثمر الصين بكثافة في تكنولوجيا الكم، وهو مجال يمنح مزايا اقتصادية وأمنية كبيرة للدول التي تهيمن عليه، كما أن أوروبا تتابع البحث بشدة في هذا الأمر. ويقول باحثون إن المستخدمين الأوائل لشبكة الإنترنت الكمومية يمكن أن يشملوا وكالات الأمن الوطنية والمؤسسات المالية وشركات الرعاية الصحية التي تسعى إلى إرسال البيانات بشكل أكثر أمانا. وتعد هذه الشبكة بأن تكون أكثر أمنا، حيث يؤكد باحثون أنه لا يمكن اختراقها بسبب طبيعة الفونتات وغيرها من البتات الكمومية والمعروفة باسم الكيوبيت. هاجم مجددا قراصنة روس مدعومون من وكالة المخابرات العسكرية الروسية شبكات أمريكية في سلسلة من التدخلات التي استهدفت المنظمات التي تتراوح من الوكالات الحكومية إلى البنية التحتية الحيوية. يعود القراصنة الروس لشن هجمات إلكترونية ضد أهداف أمريكية من جديد، لكن الأهداف هذه المرة اختلفت، حيث تضمنت مجموعة واسعة من المنظمات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ووكالات الدولة والحكومة الفيدرالية والمؤسسات التعليمية. البيانات التقنية كشفت أيضا أن القراصنة استهدفوا قطاع الطاقة الأمريكي أيضا، حيث تعد مسألة الكشف عن موجة قرصنة روسية جديدة تستهدف الولايات المتحدة أمرا مثيرا للقلق بشكل خاص في ضوء عمليات وكالة المخابرات العسكرية الروسية السابقة التي غالبا ما تجاوزت مجرد التجسس لتشمل تسريب البريد الإلكتروني أو الهجمات الإلكترونية التخريبية. القراصنة الروس استخدموا هجمات مختلفة مثل تجريب كلمات المرور الشائعة عبر العديد من الحسابات، بالإضافة إلى هجمات تخمين كلمات المرور لحساب واحد أو عدد صغير من الحسابات. وبحسب وسائل إعلام فإن هذا الهجوم جاء انتقاما من اللجنة الأولمبية الدولية التي حضرت روسيا من دورة الألعاب الأولمبية عام 2018 لاستخدامها منشطات من أجل تحسين الأداء. اكتشف فريق من قسم هندسة النظم في جامعة لاغوس في نيجيريا أنه يمكن للناس التعرف على أشخاص آخرين من خلال طبيعة ضحكاتهم، لأنه تقريباً لا يمكن محاكاة الضحك على عكس الصوت وطريقة الكلام. وتحقيقاً لهذه الغاية حدد الباحثون ترددات مسموعة مختلفة في ضحكة شخص يمكن استخدامها لإيجاد توقيع رقمي يشبه التفاصيل الدقيقة التي تم إيجادها بواسطة قراءة بصمات الأصابع. ووفقاً للدراسة المنشورة في المجلة الدولية للقياسات الحيوية، فإن خوارزمية التعرف التي أسسها الفريق دقيقة بنسبة 90%، وقد تكون جيدة بما يكفي لبعض التطبيقات. وخلص الفريق إلى أن الضحك قد أثبت أنه ميزة حيوية قابلة للتطبيق للتعرف على هوية الشخص، ويمكن دمجها في أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطبيقات متنوعة. وتبعا إلى أنه لكل شخص حس فكاهي مختلف، وما يبدو مضحكا لشخص ما قد يكون غير كذلك بالنسبة لشخص آخر، فأن إحدى المشاكل المحتملة في استخدام الضحك كتوقيع بيومتري هي أن النظام الذي يستخدمه لتسجيل الدخول الآمن يجب أن يضحك الشخص
وبالتالي قد لا يكون الضحك جيدا بما يكفي للأنظمة التي تتطلب تسجيل دخول سريع. أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين ببث المكالمات المرئية الجماعية مع ما يصل إلى 50 شخص في مسعى منها لتعزيز حضورها في سوق خدمات مؤتمرات الفيديو الذي يشهد منافسة شرسة في ظل جائحة الفيروس التاجي. وأوضح العملاق الأمريكي الأزرق أنه يمكن للمستخدمين دعوة الأشخاص للانضمام إلى غرف ماسنجر لإجراء مكالمات مرئية جماعية، ومن ثم بث الغرفة مباشرة على أي من الحسابات أو الصفحات أو المجموعة في المنصة، ويشمل ذلك الجميع حتى من ليس لديهم حساب في فيسبوك. وبحسب فيسبوك فقد تضاعفت عمليات البث المباشر من صفحات فيسبوك في شهر حزيران يونيو مقارنة بالعام الماضي بسبب الطفرة التي حصلت في البث المباشر منذ شهر آذار مارس الماضي، وذلك عندما بدأت العديد من البلدان بفرض عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي استجابة لوباء كوفيد-19. ونبقى مشاهدين في أخبار العملاق الأزرق، حيث تختبر صفحات فيسبوك تصميماً جديداً من شأنه إزالة عداد الإعجابات، بحيث يقدم التصميم الجديد تخطيطاً أنظف وأكثر قابلية للقراءة ويسهل إدارة الصفحات واستخدامها. وتم اختبار هذه الميزة مع نسبة صغيرة من الشخصيات العامة على التطبيق المحمول مثل الممثلين والمؤلفين والمبدعين ومجموعة صغيرة من الكيانات الإعلامية، لكن يتم الآن توسيعها لتشمل مجموعة أوسع من صفحات فيسبوك. ويشار إلى أن التصميم الجديد يتجاهل الإعجابات بالصفحة وزر الإعجاب، وبدلاً من ذلك سيظهر على الصفحة فقط زر المتابعة وعداد المتابعين، وذلك بهدف تنسيق وتسهيل رؤية زوار الصفحة للمعلومات الأساسية مثل السيرة الذاتية للصفحة والمشاركات، بالإضافة إلى تسهيل الانتقال إلى قسم إحصاءات الصفحة وهو المكان الذي يتتبع فيه مالكو الصفحة التحليلات المتعلقة بأدائها. وضمن قسم الإحصاءات سيتمكنون من الوصول إلى مجموعة من الإحصاءات المضافة حديثاً، ومن ضمنها أفضل المشاركات أداءً ومقياس جديد يظهر تفاعل جمهور الصفحة مع حساب إنستغرام المتصل بها. في الختام مشاهدينا أترككم مع هذا الفيديو الطريف الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً لأحد الروبوتات وهو يقوم ببعض التدريبات الرياضية.